انا اليوم تشهيت نفطر بسبوسه ديال الشكلاط. قولوا لي انتوما اشنو تشهيتوا تفطروا؟ كناخذ كاسرونه غندير الزبده، غنزيد الشكلاط وغنديرهم فوق البوطه حتى يذوب. هنا غندير البيض، السكر وغنخلط الشكلاط داب وغنزيدو على الخليط ديال البيض. خلطو مزيان مزيان. دابا غادي نزيدو الزيت، ياغورت، غادي نزيد السميده، طحين، ودابا غادي نزيد الكاكاو، وغادي نزيد الخميره، خماره ونص. ودابا غادي نخلطو. البسبوسه وجدات وغادي نكبوها في لومول، ندخلوها الفران الفوق والتحت على 170 درجه حتى كطيب. دابا غادي نديرو السيرو، فيه كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر، انا غندير غير جوج معالق، شويه ديال الشكلاط، انا تقريبا غندير واحد 50 غرام، الكاكاو مر ونديرو فوق العافيه حتى يغلى. البسبوسه ديالي طابت وخدات معايا 20 دقيقه. السيرو ديالي وجد. ملي تكون البسبوسه سخونه السيرو خصو يكون بارد. غادي ندوز نتكها مزيان بالفرشيطه وكندوز نسقيها بالسيرو. البسبوسه ديالي وجدات وخليتها حتى بردات، ودزت كنديكوريها بشويه ديال كريم ديسير، تقدروا ديروا حتى شوكولاته ديال الدهن. ودابا غندوزو نقطعوها، وهذا هو الشكل ديالها. شوفوا لي الجمال.